اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا، وشفيت سقيمنا، وربيت صغيرنا، وأطلقت أسيرنا، وعافيت مبتلانا. فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا، كفر سيئاتنا، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا كبير الذنب وصغيره، دقيقه وجليله، سره وعلنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم. لا إله إلا أنت، لا يكافئهم إلا أنت، ولا يجازيهم إلا أنت. اللهم اجزهم على الإحسان إحسانا، كما أكرمونا فأكرمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم. اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن. أجز المثوبة، ارفع درجتهم. اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا. إلهنا يا رجاءنا، يا رجاءنا، اعتق رقابنا ورقابهم من النار. إلهنا يا رجاءنا، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا جابر المنكسرين، يا واصل المنقطعين، يا مجيب المضطرين، يا سامعا لكل شكوى، يا كاشفا لكل بلوى، يا كاشفا لكل بلوى، يا من ينزل إلى سمائه الدنيا ليغفر لعباده، ليجيب دعاءهم، ليسمع مسألتهم، ليحقق مرادهم. هؤلاء عبيدك وإماؤك يا رحمن، وقفنا لترضى، ودعونا لترضى، وسجدنا لترضى. هذه أكفنا ترفع إليك، وجباهنا تنحني تعظيما لك، وأنوفنا ترغم ذلة لك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت،
ليس لنا رب سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه رغبتنا فرغبنا وطمعتنا فطمعنا ودعوتنا فأجبنا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لا إله إلا أنت يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من يكرم السائلين سبحانك تسأل القليل فتعطي الكثير سبحانك تيسر العسير وتقرب البعيد تفرج الهم تنفس الكرب تقضي الحاجات تدبر الأمور كل يوم أنت في شأن كل يوم أنت في شأن تعطي وتمنع وتخفض وترفع يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى وخلق الزوجين الذكر والأنثى يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نتوسل إليك بصالح قرباتنا وأحسن أعمالنا إلهنا إن وجدت في صحائفنا صلاة مقبولة أو صياما مرضيا أو ذكرا قبلته أو صدقة يا حي يا قيوم رضيتها اللهم إن وجدت في أعمالنا شيئا تحبه فإنا نتوسل به إليك أن تعتق رقابنا يا الله أعتق رقابنا يا رب أعتق رقابنا نسألك الفردوس الأعلى وما يقرب إليها من قول وعمل أمنا من الفزع ثبتنا عند السؤال اللهم اعصمنا من الفتن نعوذ بك من مضلات الفتن نعوذ بك من محبطات الأعمال نعوذ بك من حواجب الدعاء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك نعوذ بك منك نعوذ بك منك لا إله إلا أنت يا من لا ملجأ منه إلا إليه يا من لا ملجأ منه إلا إليه سبحانك تعلم السر وأخفى ما تسقط من ورقة إلا تعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات لا إله إلا أنت تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صيامنا تقبل قيامنا يا رب هذه بضاعتنا بين يديك صيام مرقع وبضاعة مزجاة ولكنك كريم تقيل العثرات ولكنك كريم رحيم تقيل العثرات جئناك ونحن نعظم الرجاء ثقة فيك إيمانا بك حبا لك توكلا عليك يقينا في موعودك اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك أن تطلع من عليائك على جمعنا فترضى اجتماعنا نسألك أن تطلع من عليائك فتقول عبادي رضيت عنكم
نسألك يا الله أن تطلع علينا فترضى صنيعنا وتضاعف مثوبتنا وترفع درجاتنا وتقبل أعمالنا. نسألك يا الله أن تباهي بجمعنا جمع الملائكة يا الله. ربنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فرج همومنا، نفس كروبنا، أقل عثراتنا، لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، نعوذ بك من البرص والجذام، نعوذ بك من السرطان وسائر الأسقام. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اللهم ألبسهم لبوس العافية كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا. اللهم أطلق أسر المسلمين، اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تذر صغيرا ينتظر والدا إلا جمعته به يا رب العالمين. لا تذر زوجة طال انتظارها لزوج إلا جمعتهم يا رب العالمين. أنت على جمعهم إذا تشاء قدير، اجمع بين كل والدة وولدها وبين كل زوجة وزوجها. اللهم لا تفجعنا في آبائنا ولا أمهاتنا، ولا تفجعهم فينا يا رب العالمين. أمن كل خائف، واحفظنا واسترنا بسترك الجميل، يا من لا يخرم ستره، يا من لا يخرم ستره، يا من لا يخرم ستره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا، اللهم اكلأنا، اللهم احرسنا، اللهم أعنا، وعلى طاعتك احملنا، أورثنا خشيتك وارزقنا محبتك. اللهم أورثنا تعظيمك وخشيتك ومحبتك حتى تكون أحب حبيب إلى قلوبنا. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وذرياتنا وزوجاتنا وأموالنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. إلهنا، هذه محبتنا نشهدك عليها ونطلعك عليها، نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبه وصحابته وأزواجه وقرابته والعشرة وأهل بدر. اللهم فأدخلنا مدخلهم واجعلنا في جملتهم واحشرنا معهم وأسعدنا بلقائهم واجمعنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بحبنا إياهم فارفعنا إلى درجاتهم. اللهم قدمنا ولا تؤخرنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تخفضنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا. إلهنا، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من علم لا ينفع،
وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من محبطات الأعمال، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة، اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين. يا الله نسألك أن تفتح على قلوبنا بأنوار الهداية يا رب العالمين. اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، عبدنا لك ذللنا لك استعملنا في طاعتك، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين. خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم وفق شبابنا ووفق نساءنا، افتح على قلوبهم يسر أمورهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذهم من فتنة التغريب، اللهم اعصمهم من فتنة التخريب والتفجير، اللهم واحمهم من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ارزق نساءنا العفة والجلباب، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم اجعلهن هداة مهتدين، اللهم أصلحهن وأصلح بهن من تحتهن من الذرية يا رب العالمين. اللهم زوج أيمنا، اللهم زوج أيمنا، اللهم زوج أيمنا، وسل السخيمة من صدورنا، وأصلح فساد ذات بيننا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة أن تأذن باجتماع القلوب، اللهم وفق كل متنافرين، اللهم وفق كل متنافرين، وقرب كل زوجين متباعدين، اللهم انشر السلام فيما بيننا، واجعل الرحمة شعارنا ودثارنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إلهنا إلهنا، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فارحمها يا رحمن، اللهم ارحمها يا رحمن. اللهم كل المسلمين المستضعفين في الباكستان، اللهم كل المنكوبين والمجروحين هناك يا رب العالمين، اللهم آوهم، اللهم أطعمهم، اللهم احملهم، اللهم اكلأهم، اللهم اكلأهم، اللهم عافهم، ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، واشف مرضاهم، واشف مرضاهم، وكل لهم في الأمر كله يا من هو أرحم بهم. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، واجعل الدائرة لهم ولا تجعلها عليهم. اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم من قصفهم من فوقهم فإنا نسألك أن تقصفهم من فوقهم يا قهار يا جبار يا عزيز، أنت فوق الجميع يا رب العالمين، ليس فوقك شيء. اللهم اقصف اليهود الغاصبين من فوقهم، وارمهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين.
إلهنا. آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. إلهنا اجعل هذا البلد واحة للأمن والإيمان. اللهم كما جعلته مأرزا للإيمان فاجعل الأمن يأرز إليه. اللهم سلمه من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وفساد المفسدين. اللهم من أراده بسوء فاجعل السوء عليه. اللهم من قصده بتفجير فاجعل تفجيره عليه. اللهم اجعله محفوفا بعنايتك، اللهم اجعله مكلوءا برعايتك، اللهم واحرسه في عين عنايتك وسائر بلاد المسلمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. إلهنا وفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك، اللهم اجعل التوفيق حليفه وولي عهده وسائر أمراء المناطق يا رب العالمين. اللهم احملهم على طاعتك، اللهم واجعلهم عونا لنا على طاعتك، اجعلهم رحمة علينا واجعلنا رحمة عليهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اجبر كسرنا في شهرنا، أعده علينا أعواما، أعده علينا أعواما. اللهم إنا نسألك إذا كان في القيامة أن يكون شاهدا لنا لا علينا، اجعلنا ممن تشفع فيهم الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك أن نجد ذلك في صحائفنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أجبنا لما سألناك، أجبنا لما سألناك، عليك توكلنا وإليك أنبنا، فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك. لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت، حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. لك الحمد أنت أوقفتنا بين يديك وحملتنا على طاعتك، وأعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لك الحمد أنت بعثتنا وقد نام الآخرون، لك الحمد أنت بعثتنا وقد نام آخرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.